مرة أخرى بون اليوم انتم معايا في فيديو آخر غادي نهضروا لكم على الغربة. كيف ما وعدتكم كلكم سولتوني على الغربة الغربة الغربة، دونك اليوم أنا ونيدال غادي نهضروا لكم على الغربة كيفاش جاتنا فرنسا اي تو ساشون كو نيدال يلا جات هذا العام هذا. دونك نبداو نيدال نبداو يلا اوكي بون تبداي انت بدينتي شوية عندك ليكسبيريونس في الغربة أكثر مني ليكسبيريونس في الغربة. شوفي شوفي بعدا شنو كاين حداك. واحد الحشرة دخلت لينا في هاد الوقيتة هادي. بون نديروك فحالي ما كايناش بحالي ما كنتيش. اوكي اللي بغيتي تجي تباني مرحبا. جات لي حدا البلاصة فين دايرة فين دايرة الضو وجلست. بون ما عليناش. بون بالنسبة للغربة هو في الاول منين جيت كنت في البيريود الاولى دارنا صراحه كنت دريتهم في فراسهم اشاك فوا كنتصل بهم كنقول لهم شوفوا راه فريمون زعما راه مليت ونبدا نبكي وهذا وبزاف ديال الحاجات. واصلا يعني انا من لو جونغ ديال الناس اللي دغيا زعما كتبكي وي ما كنبغيش نبكي مي بارفوا حتى تبكي هاديه انا دفام راه ما سونسيبل ديكو سلاما. وي نسولك واش ديتي الباك جيتي ديريكت ولا طافي دي زاني دو بريبا جيتي ولا نو انا من مورا البكالوريا ديالي بون حيت انا ونيدال يلا كيتعرفنا زعما هاد النهار هذا نفسه و يعني راه صورنا اصلا هاد الفيديوهات اللي كنحطو لكم دابا صورناهم زعما في نفس الوقيته. ديكو نيدال انا بالنسبه ليا يعني ساليت البكالوريا ديالي من مورا سيونس مات ومن موراها درت لينسا درت لي كلاس بريباراتوار انتيغري في لينسا وقريت دوزاني ديال سيكل انجينيور وابخي كان واحد الكلاسمون يعني اللي تكلاساو في الوالا صيفطونا كانت عندهم واحد لا كولابوراسيون مع ليكول دانجينيور اللي فيها انا دابا صيفطونا باش نديرو دوبل ديبلوم هادشي ما كاين. بون نكمل في الغربه قلت لكم في هذيك 3 شهور الاولى فريمون داست عليا في الاول صافي زعما كنت فرحت في هذيك السيمانه الاولى صافي من موراها بديت فريمون بديت كنتعقد كنخرج مع المجموعات كنت صراحه انا اصلا زعما كنت شويه معقده ديكو دابا الحمد لله تفتحت واخا بزاف اللي غيقولوا لي ما تفتحيش بزاف وهذاك الشيء مي بون الحمد لله عجبني راسي دابا. يعني في الاول كنت فريمون معقده بزاف كنت يعني كنجلس معاهم كنقول مالهم هكا مالهم كانوا كيجوني بيزا. ما كنبش كانوا كيجوني مبرهشين كنت كنقول ان الفرنسيين راهم زعما مبرهش بزاف يعني انا جايه مثلا في عمري 22 عام ولا كانت في عمري 22 عام ملي جيت وي دوكو يعني تنبدا تنشوف فيهم تيجيني راسي راني كبيره واخا زعما 22 عام تيبان لي راسي راني كبيره عليهم تيبانوا يعني هما نفس اللاج ديالي اولا اكثر مني تيبانوا لي براهش يعني تيضحكوا على اي حاجه تيقولوا شي حاجه اللي بانال اوكي كيضحكوا عليها. دوكو كانت جاتني بصح اللي ما كانتش في الاول ما كانش عجبني الحال بزاف لدرجه انني يعني ما سلام بلا بيز يعني ما كنتش كنديرو دابا ما نكذبش عليكم مني ولا زعما شي واحد ترى وصل ليا كندير لا بيز سينو كنمد يدي يعني كنسلم بيدي مي من بعد فهمت انه خايبه الواحد يوصل ليك وتقول ليه نو راني زعما مسلمه ما كنديرش لا ولكن ثاني سا ديبون دي بيرسوناليتي كاينين دي بيرسون اللي سي بون عندهم دي برينسيپ ما غيجيوش مثلا لفرنسا وغادي يتبدلوا وي اللي بحال هكا وي انا كنقول كل واحد كيفاش داير انت ماشي مشكل تقدر تجي وحده مثلا الي فوالي وي مي اصلا ملي تكوني فوالي اصلا كيقول لك هذه راه مسلمه اصلا كيقربوش منك زعما اصلا غير هو زعما ملي كتكوني فوالي وهداك الشيء يعني تتيقرب لواحد وكتقولي ليه نو ما تسلمش عليا وهداك الشيء تجي شويه بصراحه دايره ديكو كنت يعني بزاف في الاول بزاف مع الناس كنت يعني في محاكاه وهذا يعني ناس وكانوا زعما عقدوني وكان اصلا واحد زعما فيهم كان ديما كيبدا يقول لي على الاسلام وشنو هو كان ديجا زعما ملحد ديكو كان كيهضر وتنقولوا شوف انا ما غنهضرش انا يعني انا مسلمه وما غنهضرش معاك زعما باش تدخل الاسلام دونك غير نستعمل الموضوع وصافي يعني انا مثلا انا يعني اللي ربما مسلمه نبغي ندير الدعايه زعما الاسلام ديالي اولا شي حاجه ما كنتش مثلا ما كنديروش ولكن هو يعني ملحد وباغي يدير باغي يدير الدعايه الالحاد ديالو ديكو كنت فين ما كنهبط لاصال ديتو كان كيعقدني زعما ما كنتش كنبغي نهضر معاه كان كيضرني في راسي ديكو صافي يعني من موراها حاولت انه ما نبقى زعما نهبط لهذيك لاصال ديتو بزاف ايتو بدلتها ما عليناش ولكن زعما صراحه في الاول كانت جاتني الحياه زعما صعيبه بزاف
وكنت فكر عائلتي كان بدا كنبكي كنهضر معاهم تقول لو فيت ديال انك خاصك تفيق الصباح وحنا جو كوا لا ماجوريتي فينا اون مال باش نفيقوا في الصباح بكري انا كاين شي وحده اللي متبعيني مقيدين انا بعدا كنفيق شويه معطله خاصني نفطر خاصك توجد فطورك خاصك تخرج كتجمع كاين اللي كيجمع حوايجو بالليل انا ما كنتش كنجمع حوايجي بالليل طيب خاصك تتقدى خاصك تجمع الاستوديو ولا لا شومبر ديالك يعني خاصك دير كلشي بوحدك وزيد من فوق هادشي دير كلشي بوحدك كتكون اصلا راك بوحدك ما كاينينش معاك كتقول بعد المره انا خويا كيقول لي بغيت شي واحد غير نهضر معاه بالمغربي يقول لي فاش كنهضر بالمغربي كنت كنحس براسي راني مرتاح اكزاكتومون هذه كانت وقعت لي في الاول منين جيت للكون تنسمع شي واحد كيهضر بالعربيه تنقول اوه بغيت نقول لي السلام مغرب من بعد بدات كيبان لي راه المغاربه راهم كاينين غا هما زعما راه كاينين المغاربه دونك سي با لا بين انه زعما اي واحد يبان لك مغربي تبغي تهضر معاه تبغي صراحه نديرو نجدني هذه الحشره هذه تبقى حدا الدم ما غاديش عليناش هي تبقى بلاصتها بون هادشي زعما اللي قالت هادشي اللي قالت لكم ندى زعما سي فري كو زعما كتكون ربما لا ديفيرونس ما بيني انا وندى انا ربما كنتي كتسكني مع داركم اصلا من الاول في المغرب وي ديكو يعني انا اصلا كنت يعني ولفت شويه ما نبقاش ساكنه مع دارنا ملي كنت في عمري 15 عام دارنا وليت تنسكن معاهم منين عاوتاني وليت في عمري 21 عام التحقوا بيا صافي اما زعما قبل واحد المده كبيره وانا ساكنه يعني بوحدي كنت زعما كل مره بوحدي وخلاص واحد المده كان داس عليا زعما في الدار بوحدي كنت الخلعه ايتو ديكو كنت ولفت منين جيت هنايا صراحه ما كانش زعما هذا هو لو سوسي الكبير ديالي انا اصلا كنت ديما كيعجبني نجلس شويه بوحدي غير هو ما كنتش عليكم واخا كان كيعجبني نجلس بوحدي طلعت ليا فراسي توحش دارنا لواحد الدرجه انكرويابل وي اكزاكتومون و لو بروبليم سي كو انا يعني ما العطل ملي كيكونوا عندي يعني مرهم امتحانات حتى ما كانوش عندي فيهم الامتحانات غيكون عندي واحد البروجي ديال الفريلانس ما كان يعني ما كانتش عندي شحال عندي شي حاجه اخرى ديكو ما لقيتش الوقت باش نمشي كانت عندي عطله وحده زعما اللي كنت بصح زعما فيها ليبغ ما كان عندي فيها حتى شي حاجه مشيت فيها قلت نمشي نشوف زعما شويه اوروبا مشيت لالمانيا والهولندا والبلجيكا ديكو ما مشيتش للمغرب يعني دابا صراحه ما نكذبش عليكم كنستنى بفارغ الصبر فوقاش يعني نجي واحد العطله اللي يكون فيها على الاقل يعني واحد 15 يوم ل 20 يوم باش نمشي نشوف دارنا حيت فريمون توحشتهم وين مشيت شفت لا مواتي ديال دارنا زعما في المانيا مشيت شفت اختي عاوتاني في لو سود ديال لا فرانس مي العائله ديما كتبقى بلاصتها كبيره بزاف كبيره 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 بزاف وسورتو ملي كتسمع مثلا الام ديالك مريضه او جدك مريضه او شي حاجه فريمون كتحسب بالدنيا دارت بك كتبغي تشوفها كتبغي تكون معاها ولكن كتلقى ما بيديكش عندك قرايتك تلقى انه ترغيبتي غادي تكاليها من بعد اكزاكتومون ديكو كتولي كتفكر بعقلك كتقول ان والديا راهم يعني راه كل واحد يعني ماليناش يعني كتبدا كتقول انهم خسروا عليا الفلوس انا جيت هنا باش نقرا وغنصبر وانت عارف هادشي غادي نلقاه يعني اكزاكتومون وسورتو انا زعما ما نكذبش عليكم في الاول بديت كنقول اويلي واش انا زعما الحاله اللي درتها الخالي زعما وعذبته باش يدير ليا باش يعني مشى هو بعيد على هذيك المدينه اللي فيها القنصليه بشي 100 كيلومتر ومشى ليها باش يقاد ليا الضمانه وبزاف ديال الحاجات و يعني والانسان زعما تيثق فيك تيعطيك لي غولبي مونكير ديالو كلشي والعذاب معاك اي تو وتجي ومن بعد تقول لهم بغيت نرجع فريمون سا سيغ ا ريان حتى انا كنت زعما تنهضر مع الناس اللي ديجا زعما جيتو لفرنسا شوفوا سدوا هذا الكتاب هذا ديال الغربه سدوا هذه ديال انني عايش بوحدي عيشوا مرتاحين حاولوا تادابطاو مع الحياه الجديده اللي بديتو كتسكنوها اوغزمون كاينين في الوقت ديالنا حنا كاينين دي بار كاينين لي بورطابل اون بو فير دي زابيل فيديو اي تو صراحه انا ندار والله العظيم لما التليفون ما كيدير والو ما كنمشي عليكم انا وليت كنفضل انني ما نهضرش ايماجين الناس اللي جاوا شحال هدف اون 1900 وي كانوا زعما راني كنهضر مع خالي ايتو حيت جاوا زعما شحال هادي ايتو باش ساكنين في المانيا ديكو يعني كان ملي كيبغوا مثلا يهضروا خصهم يشدوا رونديفو مع الانسان اللي غيهضروا معاه وهذيك يعني خصو يكون حدا التليفون وخص يكون التليفون في الدار وواحد العذاب يعني الحمد لله حنا في هذه الوقيته هذه
كاين يعني الواتساب كاين كلشي، ولكن انا صراحه شخصيا وليت كنفضل انني ما نهضرش في الواتساب. علاش؟ لانني فين ما كنهضر مع عائلتي كيعاودوا يعني ما عرفتش المواجع كيعاودوا كيبداو لك من جديد اكزاكتومون كتولي كتحس خايب، كتولي كتحس باغي تشوفهم، ما كتبقاش قادر انه زعما تكمل من بعد، يعني كتوحشهم لواحد الدرجه بزاف بزاف بزاف. ولكن منين يعني كتجي وكتهضر وكتقول الحمد لله راني جاي باش ندير مستقبلي، راني جاي باش يعني الدوله دي بلو دوم اكزاكتومون، كتولي كتحس بك واخا كاينين شي حوايج بحال هكا ديال الغربه، كاينين حوايج بزاف زوينين على المغرب، كتقدر تخرج مع ربعه الليل خمسه الليل بلا ما يهضر حتى شي واحد، يعني سيكوريتي ترونكيل بعدا البنات واحد البروبليم اللي عندنا في المغرب غتخرج تحت ما غتشوف فيك يشوفك راك واخا تكوني ما نعرفش شنو عرفتي ما كيديهاش فيك الدراري بعدا ما كيديوها زعما في البنات اصلا دونك ترونكيل زعما هادي انا بالنسبه لي كانت واحد الحاجه كتعصبني. انا خرجت يعني نخرج محترمه وكلشي وبستر عليا شي واحد كنت كنتعصب لواحد الدرجه انكرويابل، تنقول شنو دايره علاش من الناس هكا يعني انا مالي واش تنبان ليه راني خارجه للطريق ولا شنو. دوكو هنايا صراحه واخا ما نعرف كيفاش تخرج حتى شي واحد ما كيديها فيك يعني، وسورتو زعما انت ليك انت كيعجبك يعني الحوايج ديال البنات الكسيوات هادي الحمد لله يعني كتعيشي ترونكيل. الناس هنايا ما كيشوفوش يعني غير في الجسد ديال الانسانه، ما كيحكموش عليك exactly. ملي شافوك هادشي اللي زوين يعني كل واحد كيعيش حياته ترونكيل، ماشي زعما يعني انا صراحه ملي كنت عايشه في المغرب يعني فاش كنت عايشه بوحدي كنت كنشوف انه زعما بون ما كنتش يعني حيت كنت اصلا زعما ثلاثه طاج وهداك الشيء ويعني وعايشه بوحدي تما كنت كنخاف الناس يعرفوني راني عايشه بوحدي ولا شي حاجه، يعني كنت ساكنه في كتكوني خايفه كتكون عارفه بوحدي غادي ناديو لي غادي اكزاكتومون كتخرج وانت خايف دوكو يعني لدرجه انه زعما كنت كنطلع للسطح انا كان كيعجبني نقرا يعني بارفو نقرا بالجهد نقرا مثلا في السطح ولا شي حاجه كنلقى تنتمنى ان المراه ديال الجيران ما تكونش اصلا طايحه على لاشين يوتيوب ديالي، مي بون ديما كنلقاها كتشوف فيا من الترجمه اش كاين انا لا راني غير كنحفظ والله الا غير كنراجع كاينين عليك تتلقى الناس فريمون زعما كيبغيو فيهم الفضول بزاف ما تنهضرش على المغاربه كاملين اكيد لا ماشي كاملين ولكن فيهم بزاف ديال الناس اللي خصهم يعرفوا اي حاجه على الحياه ديال الاخرين وهادشي اللي ما كاينش بالمره في فرنسا اوغوزمون. يعني كاينين ديزافونتاج لي زوينين كاينين حاجات زوينين كتولي قاصح اكثر، وهذه زعما بغيت نقولها حتى اللي كانوا تيتبعوني بعض الامهات اولا شي حاجه او للناس اللي مازال عندنا وين يتزوجوا من بعد يكونوا عندهم وليدات اولا شي حاجه، شوفوا ما تربوش ولادكم حنانين بزاف، ما تربوش ولادكم يكونوا يعني ديما اطاشي ليكم بزاف، ربيهم الا بغيتهم بالعكس ربيهم شويه قاصحين صراحه هنا يعني الاوروبيين قاصحين بزاف قاصحين لواحد الدرجه بزاف بزاف بزاف، و يعني من الاحسن ربي ولادكم حتى هما يكونوا قاصحين ما تكونش اي حاجه كتاثر فيهم يكونوا اقوياء اكزاكتومون يعني ما يكونوش ضعافين بزاف وما تاثرش فيهم الهضره ديال الناس ويكونوا ما كيتسوقوش وما يكونوش يعني اتاشي ليكم بزاف ويعلموهم يكونوا عزازين عليهم ايتو، ولكن ما تعلموهمش لاتاشمون بزاف حيت فريمون هذاك لاتاشمون خايب خايب خايب. كيف ندير كلكو شوز بغيت نقول لهم اللي عنده ان اوبجيكتيف يبقى معاه حتى الاخر اكزاكتومون ماشي تبقى تقول اي واحد بغى ينجح غادي يلقى شي حوايج خايبين راه لا في ني با اون غوز، يعني اللي بغى شي حاجه خصو يتمحن عليها، الا بغيتي شي حاجه سهله راه غتبقى دائما النيفو ديالك عادي غتبقى بحالك بحال الناس، الا بغيتي شي حاجه زوين خاصك تدوز من حوايج صعاب باش توصل ديك الحاجه الزوينه. هادشي اللي نقدر نقول لهم ويصبروا على اي حاجه. بغيت نقول لهم يديروا سبسكرايب لهذا لاشين ديالها ديجا في بوكو دي فور بور باتاجي دي شوز افيك فو، يعني نيزيتي با عندكم اي سكوند سبسكرايب لايك اي سي بيان بور ايل بور فو كيبقاو يوصلكم لي فيديو جداد. ايوا باش يبقاو يوصلكم يعني فين ما نحط شي حاجه ما تنساوش هذاك الجرس تكليكو عليه لان الجرس هو اللي كيخليه يوصلكم لي فيديو اكزاكتومون. ونتمنى لكم كل الخير وتالي كنتو في فرنسا فريمون ما تاثروش ما تخدموا على ريوسكم راه هذه هي الحياه راه كل مره غادي نمشيو من بلاد لبلاد باش نتعلموا ترى بقينا دائما حدا والدينا وي هذيك راه هي الحياه اللي ما نعرف كيفاش دايره ولكن
ما بيديناش بلادنا ما متقدمش بزاف عطاتناش بزاف د الحوايج يعني خصنا نقلبوا حنا على اكزاكتومون خصنا نمشيو للبلدان اللي ديفلوبي اكثر وبلادنا راه ديما كتبقى في قلبنا ديما كنبقاو باغيين بلادنا ولكن الانسان كيقلب على مصلحته فين كاينه وفين غادي يطور راسو طوروا ريوسكم حتى لقيتوا شي فرصه اجوا لفرنسا او سيروا لكندا او سيروا لشي دوله اللي بلو ديفلوبي بغيتوا ترجعوا من بعد لبلادكم زعما المغرب تكون رجع عندك ان ديبلوم اللي فريمون كنتي غيعطيك به اون فالور في البلاد ديالك او ابارسا يعني انت كتكون شخصيا معنويا ودون فاصون يعني لي بروفيسيونيل يعني ماشي غير الخدمه ولا شي حاجه ولا القرايه حتى شخصيتك كتولي تتقصح بزاف ديال الحاجات ما نكذبش عليكم انا زعما هذاك كاينين شي وحدين فرنسيين اللي ظريفين وكاينين شي وحدين اللي منافقين اكثر من تيقولوا انا المغاربه زعما منافقين وفيهم الهضره زوينه وهداك الشيء راه كاينين شي وحدين فرنسيين فيهم النفاق اكثر ديكو كتولي كتعلم منهم كيفاش ما تسوقش ليهم اصلا وكيفاش انت تقصح كيفاش انت تتعلم واحد الحاجه تعلموا تقولوا لا لا ثم لا ثم لا ما تكونوش منين تجي وما تخليوش بنادم يطلع لكم فوق راسكم راهم هما ما كيحشموش دونك صافي شي حاجه ما مناسبانيش الا جا عندك شي واحد للشومبر ديالك وانت باغي تحفظ يعني قول لي لا راني غادي نحفظ قول الحاجه كونوا ديريكت ما تبقاوش تتفكروا بزاف في المشاعر ديال الاخرين وي شي واحد اللي من لاكولتور ديالنا مثلا مغربي ولا شي حاجه وي يعني غادي تكون لا باقه ولكن هما ما كيحشموش هما كيقولوا لك الحاجه نيشان دونك علاش يعني سورتو انا كنهضر على هذوك اللي كيقولوا له الهضره نيشان نتوما قصحوا معاهم ما تبقاوش هذيك الظرافه فوق القياس تسيب اللي الواحد تيحسب له راسه ولا ما نعرف شنو وي شي فرونسي ولا انت فرنسي ولا انت فرنسيه يا لوغ دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم يلا الاحباب ديالي الى الغد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو اخر وشكرا لكم على التتبع ديالكم دونك صافي.